السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الفرنسي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 1/9/2023، بداية الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي. اليوم نانت تعادلت أمام مارسيليا 1-1، وأحرز هدف نانت النجم المصري مصطفى محمد في دقيقة 39. ما شاء الله على مصطفى، يعني بيقدم أداء كويس جدا مع نانت الموسم ده. هدف مارسيليا عن طريق إسماعيل أسار اللي هو بيلعب لمنتخب السنغال في الدقيقة 4. طيب غدا السبت 2/9/2023 عندنا ايضا مباراتين، منهم مباراه قويه بين موناكو ولانس. عامه عملت فيديو عن مواعيد مباريات الجوله الرابعه من الدوري الفرنسي، هسيبه لك في نهايه هذا الفيديو باذن الله تعالى في هذه المنطقه تحت شمال. الان تعرف على ترتيب فرق الدوري الفرنسي ثم تعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الدوري مارسيليا المركز الاول 8 نقاط، موناكو المركز الثاني 7 نقاط، ستاد ريمس المركز الثالث 6 نقاط، بريست المركز الرابع 6 نقاط، ستراسبورغ المركز الخامس 6 نقاط، رين المركز السادس 5 نقاط، لوريان المركز السابع 5 نقاط، باريس سان جيرمان المركز الثامن 5 نقاط، مونبيلي المركز التاسع 4 نقاط، ليل المركز العاشر 4 نقاط، تولوز المركز 11 4 نقاط، ميدز المركز 12 4 نقاط، نيس المركز 13 3 نقاط، لوهافز المركز 14 نقطتين، نانت المركز 15 نقطتين، لانس المركز 16 نقطة، ليون المركز 17 نقطة، كلير ماونت المركز 18 الأخير بدون نقاط. بالنسبة لترتيب الهدافين متابعين الكرام، في المركز الأول مصطفى محمد النجم المصري لاعب نانت هو المركز الأول، سجل 4 أهداف. المركز الأول المقرر وسام بن يدر لاعب موناكو، المركز الثاني أكور أدمز لاعب مونبلي 3 أهداف، وكلان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وموسى التعميري لاعب مونبلي، ورومان ديل كاستيو لاعب بريست، وتاكومي مينامينو لاعب موناكو، وديفير ماتشادو لاعب لانس، وجورجيس لاعب مكاو تاتزي لاعب ميدز، واسماعيل صار لاعب مارسيليا، وجان ريسنر لاعب ستراسبورغ، وشنزان ديفيد لاعب ليل، ونبيل عليوي لاعب لوهافز، وتيدي تيوما لاعب ستريمز، وفيتور كارفال اكتر من لاعب سجلوا هدفين، لا كتير قوي يعني، زكريا بوخلال النجم المغربي. وخلاص خلاص اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.